السلام عليكم. شلونك اخوي؟ شنو مخالفتك؟ برون رحم الله والديك. بس اخي العزيز هذا عكس السير حسب توجيهات السيد مدير المرور العام، غرامه 200 زائد حجز المركبه 5 ايام، يعني يعتبر مخالفه عكس السير هذه جريمه. الله يحفظك. هنا ومتاخر فوق النص ساعه والله العظيم، وطلعوا قاعدين ينتظرون. هذا السير اللي يروح باتجاه كهرمانه، مشكله لا قراجات موجوده. لا مو قصد على القراج، باتجاه كهرمانه اول فرع على اليمين ترجع تفتح. انا ما ادري والله لين انا يلا هسه احنا دلي هناك مو من بغداد. الله يجد اجازه عندك؟ عندي. اعطينا اياها. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه. من نشوف اشخاص مثقفين وتربويين اكيد راح يكون لكم دور بنشر الوعي والثقافه المروريه وياني. انا اتمنى لك كل الصحه والسلامه، اتمنى منك الالتزام وعدم المخالفه ان شاء الله.